المباراة مع الداخلية والبلديات الداخلية ملعب المحلة الفرعي ده. الداخلية بيكسب 3-0 ونتيجة كبيرة طبعا. أحرز الأهداف زين زياد أيمن وهادي عبد المنعم وسيف عكاشة. تشكيل الجهاز الفني لنادي الداخلية: كابتن وليد كامل مدير فني، كابتن أحمد محمود مدرب، كابتن أحمد هلاوي مدرب، كابتن سامر طه مدرب حراس، كابتن محمد عبد النبي مدير إداري، الدكتور فهمي عبد الحميد أخصائي علاج طبيعي، اللواء أحمد بدور رئيس القطاع، كابتن هيثم جبريل اللي هو احمد بدور ده صديق عزيز يعني تعرفت عليه منذ ان كان مديرا لمكتب معالي اللواء حرب عندما كان رئيس الاتحاد الكره في بدايه التسعينات، ربنا يديله الصحه والعافيه اللواء حرب. وبشكر سياده اللواء احمد دبور على كل التعاون اللي بيعمله معنا. اتفضل. كابتن هيثم جبريل مدير فني القطاع. والحقيقه هيثم جبريل برضو من الناس ومن ولاد نادي الداخليه اللي عاملين طفره كويسه جدا في قطاع الناشئين في نادي الداخليه. رؤيتك لجدول الترتيب يا دكتور جمال؟ هو جدول الترتيب واضح انه في اربع فرق، هو الاربع فرق متميزين جدا في النتائج بتاعتهم قويه عامه، متميزين جدا. هو النادي ام بي بس هو لعب ماتش زياده عن الماتشات اللي بعديه، عنده 13 نقطه، وزد والاهلي 12 نقطه، سيراميكا 10 نقاط. بعد كده بيجي فرقتين متساويين، المقاولين وبيراميدز 9 نقاط و9 نقاط، وفي ثلاث فرق متساويين في 8 نقاط، الزمالك وطلاع الجيش والاتحاد السكندري. يعني واضح في عدد كبير جدا متساوية في عدد النقاط. اللي بعديها الاتحاد البنك الاهلي والاسماعيلي وسموحه متساويين في عدد النقاط، غزل المحله وفاركو متساويين في عدد النقاط، المجد والداخليه والجونه متساويين في عدد النقاط. فده بواضح انه في تنافس شديد جدا جدا، ومكسب المباراه الواحده ممكن ينقلك ما دام في تساوي ثلاث فرق او اربع فرق ينقلك لفوق، ينقلك ثلاث مراكز او اربع مراكز.